يوم راح ناخذ ديزاين عملي للكومبوزيت. اول شيء راح اشرح المبدا كيف نحسب فيه الكومبوزيت. تتذكروا حكينا المرة الماضية في عندي أنا حابب إنه الروت لوكس يمر في نقطة معينة عشان يحقق مثلاً شرطين. ففرضاً مثلاً عندي شرط هو percentage over shoot وشرط ثاني مثلاً price line. حتى يمر الروت لوكس هذول النقطتين هو أصلاً ما بمر، ولأنه ما بمرش ما بقدرش أحقق الشرطين مع بعض. إذا لو رسمنا قصة عامة تبعت الروت لوكس ونفترض أن عندي مجموعة من الفورمز للسيستم الأصلي ورسمت الروت لوكس للسيستم الأصلي زائد ناقص 60 وزائد 180 وبعدين رسمت إيش المطلوب من هون من الـ MT اللي هو مشروط حسب البيتا ورسمت الخط تبع البيتا زي ما بتعملوا النقطة هاي وانا جيت رسمت او رسمت من النقطة هذه هون
النقطة هاي لو رسمت خطوط، لو لقيت الزوايا كلها، هذا راح اسميه P1، وهذا راح اسميه P2، وهذا راح اسميه P3. والزوايا وين الزوايا P1 و P2 و P3؟ هاي الزاوية هي ثيتا P1، وهاي الزاوية هي ثيتا P2، وهاي الزاوية هي ثيتا P3. مظبوط؟ هاي النقطة لا تقع على بول لوكس. إذا مجموع هذول الزوايا أو يعني كطرح من هون ناقص مجموع الزوايا هذول ثيتا P1 زائد ثيتا P2 زائد ثيتا P3 لا تساوي هي ربع الحالة. مظبوط؟ يعني الزاوية ثيتا P1 زائد ثيتا P2 زائد ثيتا P3 لا تساوي ولا لأي قيمة من K 180 2K plus 1. لكن في زاوية لما هذول طلعوا، يعني نفترض مثلا هذول لما جمعتهم طلعوا معي هذول مثلا 130، معناها قديش الزاوية اللي ناقصني؟ 50 مش هيك؟ رح يكون في عندي زاوية أو حتى ناقص رح تكون الزاوية تبعت الزاوية رح تكون 50 زائد ناقص 50 حسب طبعا إذا تكون القيمة هاي أكبر. افرض هذول جمعتهم وكانوا ناقص 230، عندي ناقص 230 وهي ناقص 180 رح يكون ناقصني ناقص 50. إذا في زاوية معينة هون ثيتا ديفيسيت بجمعها لهذول بصير عندي هذا يساوي ناقص 180 2K بلس 1. هون رح يكون عندي ثيتا بي 1 زائد ثيتا بي 2 زائد ثيتا. إذا في زاوية مين رح يجيب الزاوية هاي الديفيسيت؟ الزيرو الزيرو والبول. تمام، وين هذول الزيرو والبول زواياهم؟ هاي البول. هاي في عندي خط رح ارفعه من هون بالاحمر لهاي، وهاي رح اسميها ثيتا زد سي، وهون رح ارسم خط ثاني من هون ورح اسميها ثيتا تي سي. مين اكبر؟ مين لازم يكون اكبر؟ زد سي. زد سي مش هيك واضح؟ واضح بالرسم او بالمنطق مش هيك؟ واضح انه لما برسم هدول هاي الزاوية اكبر من هاي الزاوية. مظبوط؟ اذا الثيتا ديفيسيت بدها تساوي ثيتا زد سي ماينس ثيتا. حسب وين بختار هذول الاثنين رح تكون عندي هاي الزاويه ثيتا ديفيسيت رح تتحقق معي. ماشي واضح؟ فاهمين يا شباب؟ في زاويه جديده رح تجيني، وعلى فكره هاي الزاويه لو رسمت هيك خط وهيك وهيك، هاي الزاويه الكبيره ايش؟ هي نفس الثيتا. طب تمام، واضح هاي ايش كنا نسميهم هذول بالهندسه؟ شو كنتوا تسموهم الزوايا؟ هاي ضايلنا 1 تساوي ثيتا 1 تساوي ثيتا 1. مظبوط؟ هلا اطلعوا على الزاويتين ثيتا زد سي هون، اذا هون ايش في عندي الكبيره؟ الكبيره ثيتا زد سي مش هيك؟ وهون عندي ثيتا بي سي، اذا وين صارت ثيتا بي سي هون؟ الصغيره. الفرق بينهم وينه؟ هي الزاوية شايفينها هاي اللي هون، يعني هاي أنا هون ثيتا في سي، ثيتا زائد سي ماينس ثيتا في سي وين صارت؟ صارت الزاوية هاي. إذا هاي ثيتا ديفيسيت، ثيتا ديفيسيت هي الزاوية، هي ثيتا ديفيسيت رح تحقق لها هاي الزاوية هي اللي رح أضيفها هناك بحيث يضبط الشرط الأنجل كونديشن. أنا لأنه ثيتا زد سي أكبر من ثيتا بي سي هاي رح تكون بوزيتيف الزاوية، رح تيجي هون مظبوط؟ رح تيجي ثيتا ديفيسيت ناقص هذول رح تعطيني 180. فمثلا خلينا نشوف هلا لو هذول طلعوا مثلا 230 ناقص 230 وناقص 180 ايش هاي بدها تكون؟ زائد 50. واضح؟ لأنها هي من الزيرو جاية، مش الزيرو أكبر من الكون، زاوية الزيرو أكبر من زاوية الكون، إذا رح يعطيني رقم بوزيتيف موجب، يعني راح يكون عندي على سبيل المثال 50 ديجري ناقص اذا هذول مجموعهم 230 راح يساوي عندي ناقص 180. واضحه شو كيف الحل اللي احنا بنعمله؟ اذا احنا بدنا نلاقي مكان لهذول التو بولز والزيروز بحيث انه حاصل طرح الزيرو من البول او الزاويه هاي هيها هاي العرض تبعها هو الديفيسيت انجل اللي ناقصني. كيف بدي اعرف الديفيسيت انجل من البدايه قبل ما ارسم هذول؟
كيف بدي اعرف قديش ناقصني حتى اكون في النقطة هاي؟ شو بدي اعمل؟ بحسب هون بجمع هاي الزاوية زائد هاي الزاوية زائد هاي الزاوية وبشوف قديش ناقصني حتى اصير هون. عادة رح تطلع هذه أكبر مثلا بشوي من ناقص 180 بالنيجاتيف رح يكون بدي زاوية منهم. لاحظوا نعم تفضل. لازم اسمع زاوية الأوريجين مع المطلوب إياها. أنا ليش وصلت الأوريجين هون الأحمر؟ لا الأحمر دي هاي كيف ما في شيء. ليش رسمت انا الاحمر هذا؟ البيت عشان بيتي رسمناه عشان بيتي. انا رسمت لك اجي رسمنا البيت. شكرا يا عيسى. هذه بيت رسمنا. الاوريجن ما بترسمه اذا ما في كول بدناش فيه. هي قلنا في 1 بس انا اضطريت اطلع ثلاثة في 1 بس الالوان شايف الالوان واضحه. هذا لون احمر. اذا بتحسب الزاويه هاي زائد الزاوية زائد زائد إذا كان عندك زيروز أصلا في الفونكشن الأصلية شو بتعمل؟ بتدمجهم بتدخلهم هون بتحسبهم بتطلع منهم الديفيسيت أنجل اللي ناقصتك حتى تحقق الشرط. إذا مين اللي بده يحل لي المشكلة ويجيب لي الديفيسيت هذا الأنجل؟ البول والزيروز اللي موجودين هون. لاحظوا هاي الزاوية كونستنت بغض النظر وين بختار البول والزيروز مظبوط؟ يعني عارفين زي إيش؟ زي لو أنا عندي هون كأنه عندي مثلث زاويته ثابتة مضبوط؟ إذا حركته هيك وهيك مش بزبط معي كل الحالات؟ إذا فيش حل واحد في عدد كبير من الحلول. الشرط شو هو؟ إنه تكون الزاوية هاي ثيتا ديفيسيت. فكأنه في عندي هذا المثلث كأني أنا مثبت رأسه بهون بس هذا رأس مثبت بهون وبقدر أحركه وين ما بدي. بيطلع خط من هون بحدد لي الزيرو بيطلع خط من هون بحدد لي الأوريجين. واضحة هاي شباب؟ هلا شوف طريقة الكونستراكشن كيف بدي ابنيها كيف بدي اعمله. تبعا لهاي من هون رح ارسم هون كيف طريقة بنائها كيف نبنيها تنطلع مكان النقطتين هذول. لاحظوا هاي الزاوية هي ثيتا ديفيسيت مضبوط؟ هاي ثيتا ديفيسيت. هلا الطريقة اللي بتنعمل على الطريقة الشائعة اللي موجودة في اوجاتا طريقة البايسكشن. بايسكشن ايش معناها؟ شو يعني بايسكت؟ تنصيف تنصيف بنصف زاوية أو بنصف ضلع بتحطوا بها النزل. هلا الطريقة اللي بنعملها بلاقي النقطة الديزايرد هاي هي النقطة الديزايرد اللي بدي إياها تكون على الروت لوكس. بوصل خط من هون لهون برسم خط وفك هون. هلا من هون بيطلع ايش اللي بيطلع الزاوية قديش بيكون مقدارها؟ ثيتا ديفيسيت. وأنا ثيتا ديفيسيت لقيتها أوريدي مضبوط؟ شوفوا ايش بعمل بنصف الزاوية هاي. هلا هاي حواليها بدها تكون ثيتا ديفيسيت مش هيك؟ اذا ليمينها وشمالها قديش بده يكون الزاوية؟ من هون بدي ارسم خط الان من هون بدي ارسم خط. هي كلها بدها تكون ثيتا ديفيسيت اذا نصها بده يكون ثيتا ديفيسيت على 2 ثيتا ديفيسيت على 2. فبرسم خط من هون هذا ثيتا ديف على 2 وهذا ثيتا ديف على 2. هذا بصير عندي الزيرو وهذا بصير عندي هل هاي بتحقق الشرط؟ قديش عرضها الزاوية هاي؟ ثيتا ديفيسيت مش هيك؟ إذا بتحقق الزيرو والبول. هاي من أحسن الطرق لأنها لأنه إحنا قلنا في عدد لا نهائي من الحلول مش هيك؟ كان أنا بإمكاني أنت كان بإمكاني تقرر ما بدي أعمل هيك. كان أنت بدك تقول أنا بدي أحط الزيرو هون وين بصير البول إذا حطيت أنت الزيرو؟ وراء وإيش الفرق بينهم بده يكون؟ ثيتا ديفيسيت بتكون ثيتا ديفيسيت. ممكن واحد ثاني يقول لا أنا ما بدي أعمل هيك. انا بدي احط الزيرو هون والبول بيجي هون وهي ثيتا ديفيسيت. في عدد لا نهائي من الحلول. هذا احسن واحد لانه بخفف بيعمل مينيمايزيشن للليد كومبنسيتر. هاي مش مهمه كثير ما تركزوا عليها بالاشياء كنتوا بتفهموا فيها بس تفهموا ليش اخترنا هاي الطريقه. الليد كومبنسيتر بخرب ستيدي ستيت. شو بظبط لي؟ حسن لي الاوفر شوت مش هيك؟ لكنه بخرب شوي بالستيدي ستيت ايرور. اقل تخريب للستيدي ستيت ايرور وين بيجي؟ عند اي طريقه؟ طريقة البايسكشن. ماشي واضحة؟ مش مهمة كثير ما تفكروا فيها كثير بس في سبب ليش اخترنا احنا هاي الطريقة ونكون سليم. كروش بعاد عن الزيرو. نعم؟ كروش بعاد عن الزيرو. عفوا؟ كروش بعاد عن الزيرو. لا هو إذا ربطهم هيك بسوء ستيدي ستيت أكثر وإذا بعدتها بسوء ستيدي ستيت أكثر. المينيمم التخريب للستيدي ستيت بكون بزاوية التنصيف.
احنا لاحظوا ليه الكومبنسيتر احنا ما بنستعمله عشان ستيدي ستيت ايرور؟ مين اللي بيستعمله عشان ستيدي ستيت ايرور؟ لا مش هيك؟ هلا ليه الكومبنسيتر ليش بنعمله احنا؟ حتى احسن الشروط هون حتى احسس الاوفر شوت والرايس تايم مش هيك؟ لكن بادخال الليد كومبنسيتر بخرب ستيدي ستيت ايرور بمقدار معين بيكبر شوي ستيدي ستيت ايرور. اقل تخريب لستيدي ستيت ايرور بيحصل عند اي زاويه؟ عند زاويه التنصيب بطريقه التنصيب. في طرق ثانيه زي ما قلت لكم في عدد هائل من الطرق infinite number. اي خطين بينزلوا من هون في بينهم ثيتا ديفيسيت بحققوا الشرط هذا بجيبوا الشرط هذا. لكن احنا اللي راح نعتمده في هذا الكورس واللي هو اوقات بستعمله اول طريقه بنصف الزاويه هاي وبرسم منها نص ثيتا ديفيسيت نص ثيتا ديفيسيت. هذا بيكون زيرو وهذا بيكون بوز. اوكي ماشي هون هاي الطريقه راح نعتمدها. والاثبات رياضيا هي هون موجود. انا لما برسم هذول الاثنين البول هون والزيرو هون زاوية الزيرو هون اللي هي بوزيتيف راح تعطيني زاوية زيادة لأنها تجي هون بلس وها ناقص راح ينطرح منها زاوية البول. هاي الزاوية أكبر من هاي الزاوية إذا هذا راح يكون في النهاية هو الثيتا زد سي ماينس ثيتا بي سي. لما حطيت هاي الزاوية هون بالالترنيتنج بالعربي إيش إحنا قلنا الزاوية إيش؟ متبادلة متبادلة وهاي الزاوية تيجي هون كمان بمبدأ الزاوية المتبادلة صار طرح ها كبير ناقص الصغير أعطينا ثيتا ديفيسيت. إذا ما دام في هون ثيتا ديفيسيت راح يتحقق الشرط، وين هذا راح يصير هون للجديد هذا كم الجديد كم بول صار فيه؟ أربعة بول وكم زيرو؟ زيرو. هذا لما برسم له الروت لوكس وين راح يكون الروت لوكس أكيد الآن؟ في النقطة. في النقطة هذه أنا بدي إياها، وطبعاً في النقطة اللي تقابلها هون الكومبيكس كومبيكتر. ولأنه مرة في النقطة عند النقطة هاي كي إيش راح يتحقق عندي؟ لوفر شوت والرايس تمام؟ إذا وكيف بلاقي كي عند النقطة هاي؟ شو بستعمل؟ مابيت الكونديشن بقيس الطول هلا بقيس الاطوال هاي طول هاي طول هاي طول هاي طول اضربهم هدول بيجوا تحت مين بيجي عند زيرو زد سي في الكير هدول ايش لازم يساوي حسب ما بقول كونديشن واحد وقتها بطلع قيمه كي هون ما في حاجه ارد ارسم الروت لوكس الجديد لان انا عارف ان النقطه هاي تقع على الروت لوكس انا بس بدي اطلع من هون ايش قيمه كي.